نسمع مؤخرا بطلب الزوجات من الأزواج بتقرير طبي يؤكد قدرته الجنسية قبل الارتباط، فهل هذا الأمر ضروري لإكمال الحياة الزوجية أم هو اقتحام للخصوصية قبل الارتباط؟ يعني للحديث عن هذا الموضوع الحساس جدا تنضم لنا عبر سكايب دكتورة الهنوف الحقين، مستشارة أسرية وزوجية. أهلا وسهلا دكتورة الهنوف. حياكم الله، أهلا وسهلا، سعيدين معاكم اليوم، وهذا الموضوع اللي شوية حساس لكن مهم بنفس الوقت. دكتورة هنوف خليني بس يعني كذا أتكلم معك بلغة الشارع الحين هاتي. إحنا في مجتمعنا وفي ثقافتنا وفي مفهومنا وفي بيوتنا إحنا نسأل الرجل عن قدرته الجنسية لما يجي يتقدم، واه شلون؟ تمام ممتاز. شفتي هذه المشكلة تدرين من وين بدايتها؟ شوفي أختي الكريمة، للأسف في كثير من البنات كانوا ضحايا لمثل هذه الزيجات اللي ممكنها ترتبط لكن يكون الرجل عنده إشكالية جنسية وقدام الآخرين أو الناس يبغى يثبت عكس ذلك، أما إذا كان عنده إشكالية في ميوله أو إشكالية صحية بدنية في تخصه هو. فهنا نقاط مهمة جدا، لكن أنا لن يب يعني ما أقدر أقول لك أني أنا مع فكرة التقارير الطبية لأنها تدخل في خصوصيات دقيقة. لا مش لكن في خصوصية، معلش دكتورة اسمحي لي، يعني هذه ليست خصوصية، أنت تتكلمي أنه يعني هي الآن الزوجة زي ما تأكدت من قدرته المالية، زي ما تأكدت من 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 مواكبته أو توافقه الاجتماعي والقبلي وحسن الدين وحسن السيرة وحسن هذا كله تقوم عليه حياة، حتى هذا الأمر هو جزء محوري مهم في الحياة الزوجية ومهم. وفي بنات أنا قلت لك في البداية دخلوا في دوائر من يعني تطلقت وخذت باللغة العامية تطلقت وهي اللي أصبحت المطلقة وهلما جر لذلك المصطلح. لكن الإشكالية وين؟ أنا اللي كنت بنوه عليها لو عطتيني وقت أنه مفترض إذا كانت البنت فعلا سبب انفصالها من هذا الرجل هو إشكالية لها علاقة في الجانب الجنسي وضعف، هنا أنا أناشد فعلا أنه يكون في المحاكم أو أسباب الطلاق إذا كان جزء منها هذا الشيء أن تكون من المحكمة نفسها توجيه أن يكون في تقارير ويفند ويوضح ذلك الشيء في الفسخ المعمول أو الطلاق المعمول إذا كان في إشكالية فعليا جنسية ومغبيها الرجل أو ما بينها للزوجة. هذه النقطة الأساسية. طب إيش استفادت معلش عفوا يعني بعد الزواج تروح حسبت عليها مطلقة وتعمل فسخ عقد نكاح وأشياء من هذا، هي كده كده ولا متضررة؟ حلو، مو من المنطق أني أنا بجي وأطلب تقارير طبية من أي رجل بيروح بطق باب بنت بيتزوجها، بالتالي طيب يطلب الرجل كذلك تقارير طبية، والنساء يعني إحنا عارفين إيش قد حساس الموضوع لهم. القضية حلو أنك تبدأ بثقة مع الطرف الآخر، لكن في حال أنه دخل في هذه العلاقة وهو عارف أن عنده عجز وعنده خلينا نقول العجز في فرق عن الضعف، يعني في فرق بين المسمين عند الأطباء، يعني في شيء ممكن يعالج في شيء لا يمكن أنه يعالج. بس دكتورة الهنوف ولا أقاطعك إلا بالخير، بس أنا مستوقفني يعني أبغى أحاول أفهمك أكثر. أنت تتحفظي على طلب التقرير قبل الزواج، أنت تقولي لا يعني ندخل بثقة وأنا عندي تطلعات منك جدا عالية، بس إذا جات يعني إذا يعني طاحت الفاس في الرأس وشفت أن الرجل هذا ليس له القدرة الجنسية وأروح أنا أروح في المحكمة وأخلي سيرته على كل لسان وأقول يا جماعة مش قادر. أحلى شيء. ليه أحلى شيء؟ أروح أقول والله ما يقدر. ليش؟ مش يجيبوا لي تقرير وأروح أجيبه في المحكمة ويجيبون الرجال ويقولون تعال سوي تقرير. شوفي أختي الفاضلة، أنا في العيادات تجيني كثير حالات نفس الحالة، يعني الكلام اللي توضحونه، يعني واحدة تزوجت وأول زواجها اكتشفت أنه عاجز جنسيا مع بداية زواجها وهو معه علم مسبق أن عنده هذه المشكلة، تمام؟ هذه نقطة. ليش تزوجت؟ تسأله يقول والله أنا متزوج عشان قدام أهلي وقدام الناس عمري كبر فما بيفضح نفسي. زين، هنا البنت بدل المأساة لما تتكبدها، لكن هل من المنطق أني أنا أجي وأطلب هذا الطلب الدقيق الحساس جدا من أي زوج يروح يطق باب الناس؟ لا مو منطقي هذا الكلام. لكن في حال أنك تزوجت وأنت عارف أن عندك مشكلة جنسية تستحق أن يشهر بك نعم ويظهر ذلك الشيء في العقد أنه أحد الأسباب للانفصال أنه كان العجز الجنسي، لذلك لأنه زي ما قلتي أنت يواجه جانب مهم وحساس في العلاقة بين الطرفين الزوجين، وهذا جزء من
التكوين البيولوجي وكذلك جزء من التواصل العاطفي بين الطرفين. وإذا كان هو مقادم على هالخطوة وعنده عارف أن عنده هالمشكلة وعارف أنه بيجي له هذا النوع من الانفصال أو الطلاق أو على قولتك تصير على كل لسان، ما رح يقدم على هالخطوة من أساسها. نعم. فهمتي كيف قصدي؟ بس الدكتورة هناف خلينا طيب يعني ناخذ الموضوع من جانب آخر. لنفترض أنه هذا السيناريو حصل، امرأة تزوجت اكتشفت أنه علاقتها بزوجها يعني ما كانت بالعلاقة المثالية خلنا نقول، فلذلك سوت هذا الموضوع أو راحت طلبت تقرير أو طلبت فسخ النكاح أو طلبت الطلاق، هي شلون تواجه المجتمع؟ وش بتقول لهم؟ يعني الموضوع حساس حتى للمرأة. حتى للمرأة، فالمرأة لما تجي تتكلم في هذا الموضوع اللي في مجتمعنا يعتبر فيه تحفظات كثيرة، وأنا مع هذه التحفظات. أيوة. للأمانة، وعندنا عادات وعندنا تقاليد وعندنا شيء اسمه عيب وعندنا شيء اسمه ما يصير. حتى لو الرجل فيه مليون علة، إذا هو رجل ومحترم ومناسبك اجتماعيا وزواجكم الأشياء الثانية في الزواج كويسة، أنت مالك حق تطلبين الطلاق. يعني هذه نظرة المجتمع طبعا، أنا أتكلم على نظرة المجتمع، نظرة المجتمع. أهلها أبوها أخوانها عمانها وش بيقولون؟ طلبت الطلاق عشان العلاقة الزوجية ما هي يعني ما هو يعني ما يصير صراحة. احنا لما نجي نحتكم الى الشرع ولا نحتكم للجانب الشرعي، الشرع وش يقول؟ هذا جزء اساسي ومهم في العلاقه الزوجيه. الشرع شيء، احنا ما نتكلم شرع، الشرع شيء والعادات والتقاليد شيء. دكتور ادري انت صادقه معك حق، لكن لما انا اقول لك لما نضع اسس عقابيه واضحه كمسبقة، عرفت يسمونها هذا الطرق وقائية قبل حصول الشيء. نعم. أنه في حال أنت ارتبطت وعندك إشكالية جنسية، وقلت قبل شوي مسميات تختلف، في شيء اسمه عجز، في شيء اسمه ضعف، تمام، في بعض الإشكاليات اللي على الصعيد الجنسي أو في العلاقة الخاصة بين الطرفين يمكنها العلاج، لكن في شيء اسمه لا أمل في ذلك، وهذا هي موجودة، ويمكن الأطباء يفهمون أكثر مني في هذه الزاوية. لذلك اللي بيتقدم خطوة وعارف أن عنده هذه المشكلة ويدري أنه يبي فعلا بيوصل مراحل متقدمة ويمكن ينكشف أمره، إذا على البنت عيب هالموضوع زين، وإذا البنت تخجل أنها تطالب بحقها، خل تستمر في هالعلاقة بدون ما تطالب بحق شرعي أساسي واضح أمام الملأ. بس دكتورة الهنوف اسمحي لي أنا مرة حابة أفهم، أنا كثير حابة أفهم، بس إلى الآن أنا مش قادرة أفهم يعني الصح من وجهة نظرك. أنا من باب الستر، أعطوني فرصة. من باب الستر أنا أرى سترا جميلا للمرأة وسترا جميلا للرجل هو التقرير ما قبل الزواج. ليه أستنى الزواج؟ لأن الفضيحة بعد الزواج. أعزز جدا كلام مها، معاها وجهة نظر صحيحة، إن الفضيحة وقتها وأسميها فضيحة عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، ويعلينا رجال طالع بتقرير من المحكمة. جاب التقرير. إحنا مش في فحوصات ما قبل الزواج. جاب التقرير قبل الزواج، خلاص انتهت الزيجة، مش ولا بد من هنا. يلا. نطلع بالستر. أيه. من لا تشوه سمعة المرأة يقول لك والله طلقت عشان زوجها. المرأة إذا انفصلت لسبب واضح ومباشر وصريح أن عنده مشكلة واضحة جنسية، ما هو عيب، ما هو غلط، هي تبحث عن الضنا، تبي ولد، تبي بنت، تبي طفل، تبغى تعيش العلاقة بشكل أو بآخر. طيب. مع زوجها، هذا ما يعيب. لذلك إحنا شو نقول لما نجي نطالب بهذا الطلب أو نطالب في خليني بس أوضح الفكرة. الله يعافيكم. لما إحنا نجي نقول ثلاث تراتبيات، يا الخيارين اللي عندنا اللي توضحتوها، أني أنا أطلب تقرير مسبق للزواج. نعم. صح ولا لا؟ نعم. ها طيب، التقرير هذا يعتبر دخول في 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 دائرة خاصة جدا وحساسة جدا لو بجي أطلبها من كل متزوج. تمام، وهذه نقطة، وهي حساسة، لا تقولوا مجتمعية ما هي حساسة. الولد أصلا بيتضايق من مثل هذه الطلبات. تمام، هذه واحدة ممكن يتلوها كذلك على مستوى البنت. أيوة. يلا تقارير نبغى، طب هذا بهذا. طيب معلش اسمحي لي أستاذ الهنوف، احنا حنرجع نكمل معك باقي هذا الموضوع، بس تبغى ناخذه كمان من ناحية قانونية. خلينا نتكلم عن يعني المرأة إذا ممكن تطالب بفسخ عقد النكاح يعني من زوجها بسبب هذه الإشكالية. إذا خليني أرحب عبر الهاتف بالأستاذ ماجد قاروب، وهو مستشار قانون. أهلا وسهلا بك أستاذ ماجد. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياك الله. طيب الحين في هذا الموضوع الحساس، يعني هل
تصح المطالبة بفسخ عقد النكاح بسبب عدم قدرة الرجل الجنسية، يعني أكيد بتوصل حالات، لأن ربما نعتبرها أنه في ضرر للزوجة، فهل يحق لها فسخ عقد نكاح أو خلع؟ أي زوجة تتضرر من حياتها الزوجية لأي كانت الأسباب بما فيها ما هو محل نقاشكم اليوم أو أي شيء آخر، القضاء ينصفها بفسخ النكاح في حال وقوع الضرر عليها. طيب كيف في حال وقوع الضرر عليها؟ يعني هل لازم تثبت وفق مثلا تحاليل طبية، تقارير طبية وغيرها؟ أو لو هو حلف قسم يمين أنه أنا قادر، يعني كيف ممكن يتم إثباتها؟ أي قضية يجب أن يقدم المدعي دليله على هذا الأمر. فعند هذا النوع من القضايا إذا ادعت بهذا الادعاء، القضاء يحيل إلى الجهات الطبية المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل لإعطاء التقرير الصحي عن صحة دعوى الزوجة من عدمها. فإذا كانت صحيحة ادعاءاتها وأيدت بالتقرير الطبي يتم فسخ النكاح في هذه اللحظة. طيب إحنا هنا نتكلم أستاذ ماجد عن يعني اختلاف بعض الحالات، اختلاف بسيط بيناتهم، إما الميول الجنسية عند الرجل أو العجز أو الضعف، فهي حالات ثلاثة مختلفة. لما نتكلم عن الضعف، في أداء لكن ما فيش يعني تمام لهذا الأداء، كيف إذا ممكن يتم تقييمها؟ طب ما هو مو بكرة يروح يتزوج ويقولها في شاهد إنه الأمور تمام. لا، إحنا اليوم ما تقبل امرأة قد لا تقبل امرأة أخرى. المسائل هذه يجب التعامل معها على أنها حالات خاصة، لا يمكن تعميم حالة على أخرى. حتى السيدة مع شقيقتها ممكن لهذه رأي وهذه رأي في حال مواجهتهم نفس المشكلة، لأنه هذه مسألة شخصية بحتة لكل إنسان وفق مشاعره وأحاسيسه ورغباته وتطلعاته وإنسانيته وحالته النفسية في هذا الأمر. فهي الوحيدة التي تدعي الضرر على نفسها، وأي حالة أخرى قد تكون مشابهة من الناحية الطبية قد لا تكون بالأساس صالحة أن تطالب تلك الزوجة أيضاً بفسخ نكاحها لوجود الضرر. فهي الوحيدة فقط التي تستطيع أن تحدد ما إذا كانت متضررة وتطالب بالفسخ. وحقيقة أنا لي تعليق على حكاية الستر اللي كانوا بيتكلموا زميلكم قبل شوي عليها. هو يعني حقيقة يبدو أنه أصبحنا نناقش الأمور على أنه كل شيء لازم يروح للإعلام وكل شيء لازم يروح سوشيال ميديا وكل شيء الناس لازم تعرفه. بيوت الناس أسرار وخصوصياتها، خلاص صار طلاق ما في نصيب، شكرا مع السلامة. مو نعمل حلقات إعلانية وإعلامية عشان نقول ليش اطلقت وإيش معنى اطلقت. يعني يجب أن نناقش الخصوصيات بشيء من الخصوصية واحترام. طيب اسمح لي أعقب عليك أستاذ ماجد، هي ما ليس لها علاقة بالإعلام، لكن خليني أعطيك السيناريو، أتمنى كمان منك تعطيني الموقف القانوني. جاء عريس خطب بنتي، وكان الإجراء طلبنا منه الفحص الخاص بالقدرة الجنسية، وأتى الفحص غير مناسب وانتهى الموضوع. هي ما تيجي بطريقة أني أنا راح أتكلم في السوشيال ميديا تقول والله اسكتوا ما شفتوا عريس بنتي جاء إيش طلع فيه، مش هذا الأمر. يأتي بعدين، إحنا ترى كلنا عيال قرية وكلنا يعرف خيا خطب، بعدين راح خطب بنت صاحبتي، جت صاحبتي سألتني قالت لي كيف كان أخلاقه، قلت لها والله أخلاقه ممتازة بس قدرته ضعيفة وهذا التقرير عندنا. هذا النوع هل أكون أنا دخلت في إطار التشهير فيه؟ دخلت طبعًا. في تفضل. طبعا ما أحتاج تكمل السؤال. أنت إذا جاكي أولا قرارك أو اختيارك كأسرة إذا ما أتى عريس لخطبة بنتكم وأردت أن تطلبوا هذا الأمر، هذا أمر يعود إليكم ولا يمكن تعميمه على أي أسرة أخرى، وبالتالي يعتبر حالة خاصة. من حق الأسرة أن تسأل هذا السؤال، ومن حق المتقدم للخطبة أن يقبل أو يرفض، ولكن تنتهي القصة لحد هنا. أما تعميم أسرار الناس وخصوصيات الناس، إن حصل أنه استجاب للطلب وعمل تقرير وثبت ضعفه أو عدم قدرته على الحياة الزوجية وعلى أساسه لم تتم الحياة وراح يدور على زيجة أخرى في مكان آخر،
واتصلوا عليكم خلاص ما في نصيب، ما في داعي، لأنه هذا التقرير اطلعت عليه بسبب حادثة محددة بسبب احتمالية حالة زواج وانتهت القصة لحد هنا. سمحت لكم بالاطلاع على سر من أسرار الشخص، ولكن هذا السر لا يمكن أن يتاح أو يباح ويصبح قابل للنشر لأي شخص أو أي طرف ثالث. وإن تم فأنتم في غيبة وتشهير صحيح. يعاقب عليها الشرع والقانون. أستاذ ماجد قاروب مستشار قانوني، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. خلينا نرجع لدكتورة الهنوف الحكيل. دكتورة الهنوف، يعني يمكن سمعتي كمان رأي أستاذ ماجد، ودنا نرجع نتناقش في الموضوع يمكن بطريقة مختلفة. خلوني بس ولا أعطيك ولا قطع واردك في زاوية بس ودي أقولها، وياليت تركزون معي في النقطة. الضرر اللي واقع على البنت من الطلاق في مجتمعاتنا، وبالأخص نتكلم عن مجتمعنا، هو أعلى من الضرر الواقع على الرجل. الرجل اللي عنده هذه المشكلة، إذا كانت الجنسية المشكلة الجنسية والبنت انفصلت منه، هي تسمى مطلقة زين قبل الدخول عليها، لكن استل هي مطلقة. الرجل بالنهاية هو حيتزوج، ممكن ياخذ بنت مرة ثانية ويحدث ما حدث للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. لذلك إحنا وش نقول؟ إحنا نفضل أنه مثل هذه الأمور اللي تعتبر ركائز أساسية في العلاقة الزوجية، اللي هي العلاقة الخاصة أو الحميمية، اللي تعتبر فعلا ركيزة من الركائز الرئيسية اللي هي العاطفية والمودة والرحمة. الجزء العاطفي أو الحميمي ذكر في ورد في السنة وورد في القرآن، ولا عيب في ذلك في ضمن الدائرة الزوجية. لذلك احنا ما نقدر نقول والله نبي نستر عليه وهو جاي طاق باب بيتنا وماخذ بنتنا، وهو عارف نفسه انه ما يقدر يؤدي هذه العلاقة بأكمل وجه، وفوق هذا كله يؤدي هذه بنت خلق الله. ولما تدخل في هذه الدائرة الزوجية تلقى نفسها ما هي في دائرة زواج متكامل، وتكون هي مطلقة وهو يطلع منها زي يعني سلام عليكم. يعني هذا الموضوع غير مقبول. لذلك أنا أقول بالعكس، مفترض أنه مثل أساسيات أو ركائز الزواج الأساسية، مفترض بالعكس تكون واضحة وصريحة ومباشرة في قضية الفسخ في مثل هذه القواعد الأساسية هذه. إذا كان شهدت فيه أنه تعبان أو عنده عجز كامل ومتزوجها وداري عنها العجز، وكان عنده فحوصات سابقة عن زواجها وعندها دلائل وتزوجها بكل صفاقة وبكل بجاحة، لا هنا الموضوع غير مقبول أبدا، لأن الضرر وقع على البنت. البنت اللي فرصها راح تختلف، البنت اللي فرصها راح تنزل، مو الولد. الولد بسم الله عليه بياخذ بنت مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن هذه البنت تحسب عليها طلاقة، وتداخل بكل يعني سخف في هالعلاقة، وانت عارف انك ما تقدر تتممها كاملة في كل زواياها الرئيسية. القضية ما هي قضية رغبة وجنس وشبق وهالأمور، لا، القضية قضية جزء أساسي من العلاقة يتمم الله سبحانه وتعالى به هذه العلاقة، وكذلك يكون فيها سبب للإنجاب، سبب للتكاثر وغيره. هذا مستحيل اني انا اجي اقول والله خلاص خلونا بس نمشيها وعادي ويلا مشينا، لا، البنت حتكون جواتها ترسبات نفسية، البنت جواتها راح يكون فيها ألم نفس. نعم. البنت لما يسألونها هنا وهنا وهنا وش بترد؟ من حقها، هي اللي انظلمت، هي اللي وقع عليها الظلم. إذا هو جاي يطاق الباب هو عارف نفسه. صحيح. والعكس صحيح على البنت مع الرجل يعني بتفاصيله. نعم. الدكتورة الهنوف الحكيل مستشارة أسرية وزوجية، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. يعني أنا بالنسبة لي أشوف الموضوع فعلا ملف حساس، بالذات في عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا. للأمانة الحلو في الموضوع أنه كثير من المجتمع الآن صايرين يتناقشون يتكلمون يعني، وأنا أشوف الحل هذه المشكلة له تقرير وله قضايا وله فصح وله نحن نروح نحكي عند الناس، ولا الناس تحكي عند ولا أي أحد يحكي عند أي أحد، لا الزوجة ولا الزوج، يكون في نقاش، يكون في صراحة، لأنه فعلا ما بني على باطل فهو باطل. يعني إذا في بداية الموضوع كذب وتدليس وكذا، فالموضوع ما أنت معتقدة؟ لا صراحة معتقدة إن في رجل هيروح قبل وأثناء مرحلة الخطوبة هيروح يقول للمخطوبة لا 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 أنا لا. سامحيني أنا عندي مشكلة في هذا الموضوع. لا لبنى يعني فعلا على أي شيء يعني زي كأنه يكذب عليها في أشياء أساسية، يكذب عليها في وظيفته، يكذب عليها في أشياء أساسية. فالموضوع موضوع نقاش، موضوع نقاش. إحنا لازم حتى الإعلام حتى المختصين يعززون فكرة النقاش والحوار ما قبل الزواج، لو إن شاء الله قبل الزواج بيومين أو أسبوع أو شهر، فهمت يعني؟ خلاص خطيب تملك عليها زوجته تعتبر، يعني فهمت؟ مرة كلامك صحيح. أنا أعتقد يعني. أعتقد أنه طبعا الحوار جيد ورائع وإيجابي في كل الأمور، لكن أعتقد ما زال الأمر في
هذا الأمر حرج. هنا صحيح. أعتقد يعني معك. إنه هل هيأتي رجل أو يأتي ابني ولا زوج ولا أخي يروح يقول لخطيبته على فكرة عشان أكون على بينة وأكون معاكي صريح من البداية ترى أنا عندي مشكلة جنسية في شيء. أنا غير لا قادر جنسيا لا ما في شيء اسمه بداية وفي شيء اسمه بعد ما يملك. مو إحنا في عاداتنا وتقاليدنا خطبة ملكة وزوج حتى في الملكة. ترى حتى في الملكة أعتقد إن الرجل لا ما زلنا فرق في الرجال بشكل عام والرجل الشقي بشكل خاص ما برضو في هذه الأمور يعني هناك الحرج وأنا بتكون ردة فعل بنت هو الناس خصوصية صحيح كيف هكون أنا ما زلت أرى أن الأمر سري. أنا أعتقد ما زلت أعتقد أن التقارير الطبية يندرج ضمن تحليل الدم وتحليل المخدرات وتحليل الإيدز وتحليل 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 في مؤشرات بسيطة وفي تحاليل كثيرة في العالم كله موجودة تحفظ حياء الرجل وتحفظ ماء وجهه وتحفظ حياء البنت وتحفظ ماء وجهها. تقرير طبي صغير يطلع عليه أبوها يطلع عليه أخوها الكبير يطلع عليه عمها مع الولد من البداية ما رأيناك فيك مشاكل في تقاريرك الطبية ابن الحلال امشي بما يرضي الله ستر الله عليك وستر علينا وكان الله غفور رحيم. ونأتي إلى أمر الستر يعني لا داعي لفضح أسرار الناس ولا داعي أنه أرجع أعرف أنه عنده مشكلة وأروح أقول قدام الناس أنه مش قادر. صحيح. مشاهدينا فاصل قصير ونعود.